كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. لما؟ لأن العلم هو التواضع، العلم هو التواضع، لأنك تكسب من هذا العلم خشية، وإذا خشيت الله تواضعت. لا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله عز وجل. وإلا لو ترى شيخا في نظرك أنه فاهم وعالم وحافظ وما شابه ذلك، هذه منة من الله عز وجل عليه. هو لو يفهم يقول الحمد لله أنه ميزني فلم أكن كفلا، لم أكن مثل عوام الناس. لكن ماذا لديك؟ لما ينظر الإنسان إلى نفسه يقول والله ما لدي شيء، ما الذي عندي من الصفات؟ ما عندي شيء، أنا مثل الناس. لكن منحة من الله عز وجل، يسر لي أن أقرأ وأن أدرس وأن أتعلم، وإذا بي شخص آخر لو لم أتعلم لأصبحت مثل أحد الناس، وهكذا. هي منة من الله عز وجل، لكن من يعرف قدراته ويعرف أنه ضعيف 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 ضعيف؟